السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. والتغطية اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، والتغطية طبعا عن تويوتا لاند كروزر 2021 طراز جراند تورينج، فل كامل جميع المواصفات، محرك بنزين، وارد سعود بهوان وكيل عمان. نتعرف على السيارة ونتعرف عن كل شيء فيها. ويسعدني أخوة الكرام إضافتكم لي على حسابي بالسناب شات وأيضا بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر إنستغرام على تيك توك. وزي ما تشوفون أخوة الكرام، هذه هي تويوتا لاند كروزر جي إكس آر 2021 فل كامل جميع المواصفات، وارد سعود بهوان وكيل عمان، طراز جراند تورينج أو اختصارا جي تي. تويوتا لاند كروزر سيارة اس يو في طبعا ثمان ركاب، صالون ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما نسميه احنا، او مثلا نقدر نقول عنه باللغه الدارجه اكثر من سيارة اس يو في ثمان ركاب. سعر السيارة حدود ال 267 الف ريال تقريبا، طبعا سعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل، وسعر حدود مع الضريبة 307050 ريال تقريبا. زي ما ذكرنا هذه اعلى طراز جميع المواصفات، طبعا محركها المعروف اللي هو محرك ال V8 ال 4.6 4600 سي سي، طبعا احد المحركات المشهوره اللي ظهر ب 2012 على الفيس ليفت اللي ظهر ب 2012. طبعا محرك 4.6 وجير 6 نمر تيبترونيك مع نظام دفع رباعي مستمر، دبل خفيف دبل ثقيل، نظام الزحف ونظام الالتفاف 360 درجه. طبعا نظام الزحف نظام متطور عن نظام الدوفلوك، وصراحة هو التقنية الجديدة سيارات الدفع الرباعي أو أكثر سيارات الدفع الرباعي. تكلمنا لكم عن المحرك 4.6 4600 سي سي V8 بنزين 304 حصان تقريبا. الحين بدأت أتكلم عن المواصفات الخارجية، طبعا زي ما تكلمنا هذا طراز جراند تورينج، تجي جراند تورينج باكج مواصفات اكسسوارات جراند تورينج. عندنا في المقدمة زعانف على الصدام الامامي او بودي كات على الصدام الامامي، طبعا شكله مختلف عن 2020. حساسات بالزوايا عدد 2، كشافات ضباب طبعا LED، غسيل انوار الاماميه، واشارات السياره متحركه طبعا اضافه من الوكيل سعود بهوان، وعندنا انارات LED نهاريه، النور الواطي زنون العالي هيلوجين، طبعا الشبكه كروم. ونلاحظ الكاميرا طبعا الأمامية فيها كاميرات محيطية إضافة من الوكيل 360 درجة. ننتقل إلى جنوط السيارة، طبعا جنوط مقاس 20 وكفرات من نوع دولوب. إذا حبينا نتكلم عن مقاس الكفر بسم الله اللي هو دائما ضيع المكان حقه 285 طبعا 50، ومقاس الجنط 20 مكحل، وهذا إصدار خاص بالجراند تورينج، شكل جراند تورينج زي ما تلاحظون باللون الاسود لموديل 2021. خطوط جانبيه، اشارات بالمرايه متحركه برضه اضافه من الوكيل، ونلاحظ بروز الكاميرات بحكم 360 درجه زي ما ذكرنا اضافه من الوكيل سعود بهوان. ايضا طراز جراند تورينج يجي بالاسود اللماع اطارات النوافذ، وعندنا زيج كروم جانبي تحت الزجاج والطاية جانبية وزيجو كروم جانبي، وبرضه عنده تطعيمات كروم إضافة من الوكيل. تسمع هنا صراحة كثير كلمات إضافة من الوكيل، يعني بداية من الإشارات المتحركة إلى المرايا والكاميرات حتى حنايا العفش إضافة من الوكيل، هذه خاصة بشكل الليكزس. الخط الجانبي مقابض الأبواب والجناح الخلفي أيضا كروم، صراحة غلب خوينا بالإكسسوارات الإضافية. طيب عندنا الجناح الخلفي كروم، تطعيمه كروم، بودي كت على الصدام الخلفي ايضا، وعندنا الهوك الخلفي واربع حساسات خلفيه، وعندنا برضو اطار كروم على اللوحه الخلفيه. جي اكس ار جراند تورينج في 8 شنطه كهربائيه بالنسبه للباب العلوي، تفتح عن طريق الزر الموجود فيها او عن طريق مفتاح زر المفتاح. بسم الله، هذه هي طبعا السيارة ثلاث صفوف، لاحظ التكييف الخلفي جاي من الجوانب، منفذ طاقة، الباب الخلف هذا طبعا نزوله يعني نقدر نقول عنه انه ما هو يدوي، ينزل بالهدوء لكن لازم ترفع يدوي، واخر حركة شفط يجي فيه. طبعا نور اللوحة الخلفية LED بسم الله،
سكر الشنطة. سعة خزان الوقود 138 لتر، وصرفية الوقود كل لتر بنزين يمشينا 8.4 كيلو، تقييمه سيء جدا 2021. الآن ننتقل للمواصفات الداخلية، وأول شيء صراحة ما أدري المفاتيح وينها. بسم الله، هذه داخل مفاتيح ذكية، طبعا هذه مفاتيح السيارة، طبعا الدخول ذكي من جميع المنافذ. هذا فتح السيارة، إغلاق السنتر لوك، فتح السنتر لوك، فتح الشنطة وجهاز إنذار. يوم نفتح الباب عندنا كلمة لاند كروزر بروجيكتر. هذه السيارة من الداخل، طبعا مقاعدها جلد بالكامل، ما هي دايموند. الصف الوسط، طبعا دخول ذكي من جميع النوافذ، عفوا جميع المنافذ. شاشات خلفية إضافة من الوكيل، عندنا حتى الإضاءات اللي تحت باللون الأزرق إضافة من الوكيل، برضه في منفذ طاقة تايب سي إضافة من الوكيل. تكاية بالوسط، طبعا هذه التكاية يتحدد لك أن هذا فئة عالية أو لا. الصف الخلفي الأخير، هذا هو ثلاث ركاب. وعندنا طبعا إضاءات بانورامية أسفل، ديكورات الأبواب، هذه ما هي موجودة في إكسارات الفئات العالية أو بالجي إكس آر جراند تورينج وارد سعود بهوان وكيل عمان. طبعا كرسي كهربائي حق السائق والراكب، كلمة لاند كروزر على العتبة، فيها إضاءة، شوف اللمبات الزرق، هذه إضافة من الوكيل برضو. في ناس تزعل، بس لازم أحدد لكم عشان يعني صراحة ثقافة، بحكم صرت أميز الشيء شد مصنع عن اللي جاي طبعا تركيب من الوكيل. الآن نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. عندنا المقابض كروم، فورميكا تخشيب على الأبواب، والدركسون، وهذا فورميكا التخشيب حق الفئات العليا من الفكسار أو طرازات الجراند تورينج. طبعا تطعيمات على إطارات المكيفات برضو كروم، فتحات التكييف سيلفي اكس ار، حتى الطبلون حقي يجي طبلون فيكسار. الدركسون برضو فيه تحكم نفس الفيكسار، مثبت سرعة، تحكم بالنظام الصوتي البلوتوث، طبعا الانوار فيها وضعية اوتو، مراية كهربائية وفيها خاصية الطي، طفي الارباقات الجانبية، تحكم في مسوي النار الخارجية، غسيل الانوار الامامية، وعندنا الحساسات الامامية نطفيها ونشغلها عن طريق هذا الزر. الزيت، الحرارة، البطارية، تانك البنزين، السرعة، والار بي ام، وهنا عداد الرحلات. طبعا شاشة ملاحة وفيها كاميرات محيطية 360 درجة. بسم الله، هذه وين زرها؟ اي هذه هنا موجود، هذه ال 360 درجة زي ما تلاحظون. حطينا ريوس، بسم الله، تصير هذا الاتجاه تلف معك. طبعا مهما حاولت تركب شاشة للجي اكس ار وش ما كانت نوعيتها، ما في زي شاشة الفي اكس ار، تيجي شد مصنع اللي يكون فيها نظام صوتي جي بي ال سي دي، منفذ اس بي، منفذ يو اكس، مكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب. طبعا عندنا هنا فتح شنطة خلفية والباور حق الشنطة، وهنا زر حق الكاميرات المحيطية. طبعا فيها شاحن لاسلكي زي ما تلاحظون، عندنا هنا منفذ طاقة. طبعا الجراند تورينج يجي اسود من 2019. الجير 6 سرعات، نظام الباور، الجر، تراكشن، توزيع القوة، هو الدبل الخفيف، دبل ثقيل، نظام الزحف، نظام التفاف 360 درجة، وحاملة اكواب، تكاية بالوسط مع درج، وثلاجة، مراية داخلية تعتيم، وانوار سقف هيلوجينية، وبيت النظارة. طبعا هذه فتحة السقف، والشماسات فيها مراية مع إنارة. وبالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة، فرامل اي بي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 8 أحزمة أمان. أبرز الاختلافات والمميزات في هذه السيارة بشكل سريع، طبعا كلها إضافية من الوكيل، لكن الشيء الأساسي أن هي مقاعد جلد وكرسيين كهرب مثلا. لكن مثلا تقول عبد الرحمن وش يميزها كاكسسوارات وفروقات، انا اقول لك والله الكاميرات المحيطيه اللي ضايفه سعود بهوان، الناس تحب اكسسوارات سعود بهوان اكثر من الوكيل المحلي، ما ادري ليش. الكاميرات تكلمنا عنها، الشاشات الخلفيه، الانارات البانوراميه، كثير اكسسوارات، حنايا العافش، الجناح،
إلى آخر الإشارات المتحركة هذه كلها تعجب سبحان الله الناس، خاصة في وارد سعود بهوان وكيل عمان. طولت عليكم أخوان الكرام بالتقطيع، أتمنى تكون عجبتكم السيارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.